أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهدي الفضائية، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية والبركة ورضوان صاحب العصر والزمان إن شاء الله تعالى. مثل ما وعدناكم أعزائي المشاهدين، اليوم راح تكون حلقتنا حلقة غير شيء، فراح تكون هذا اليوم حلقتنا حلقة عملية وتطبيقية في مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وراح نطبق كل ما تعلمناه من دروس ومواعظ وكرم أهل البيت عليهم السلام، وكيف أن الإمام الحسن عليه السلام قد رد بستانا قد اشتراه من قوم، لما سمع أنه ذولا قد احتاجوا إلى ما في أيدي الناس، على الفور أرجع الإمام الحسن عليه السلام البستان إلى أهله من دون أن يأخذ منهم شيء. فإن شاء الله إحنا اقتداء بكرم أهل البيت عليهم السلام راح نتوجه إلى مكان يكون فيه رضا لصاحب العصر والزمان، وراح إن شاء الله نمد يد العون والمساعدة إلى بعض المحتاجين. نعم أصدقاء، إن شاء الله راح نتوجه إحنا وياكم الآن إلى مكان نزرع فيه الأمل، وإن شاء الله راح تكون هاي أول خطوة لبرنامج فتية الانتظار بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نتوجه إحنا وياكم على بركة الله سبحانه وتعالى. المكان اللي راح إن شاء الله سبحانه وتعالى نطبق بما تعلمناه من سير أخلاق أهل البيت عليهم السلام ومواعظهم، وكيف أنهم كانوا يمدون يد العون والمساعدة إلى المحتاجين. فإن شاء الله راح يكون هذا العمل في مرضات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالآن إن شاء الله نتوكل. نعم أصدقاء، إن شاء الله إحنا الآن في داخل رثة مرضى الأورام السرطانية لمد يد العون والمساعدة لهم، ولا أيضاً لا تنسون إنه الإمام يدعو لهم بالشفاء والراحة، فإن شاء الله أنتم تعايدونهم وتقدمون لهم الهدايا وتبسمون في وجوههم حتى يكون هذا في مرضات الإمام. الآن نتقدم إلى أول مريض. حبيب يبكي، هذا كل عام وأنت بخير، أيامك سعيدة، تعال قدم لي الهدية هاي الفاخة. بلي، وهاي الهدية أيضا تقدمها إلى من قناة الإمام المهدي الفضائية، طيها بالي يلا. فإن شاء الله تدعو له بالشفاء والصحة والعافية. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، هاي أختكم الثانية، إن شاء الله تدعو لها بالشفاء والعافية. طوها الهدية، قدم لها الهدية الثانية، تعال تعال يا الهدية هاي، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله مشافين. قدم لها هاي الهدية مقدم قناة الإمام المهدي الفضائية باسم الإمام المهدي، تعالوا. وهذا أخوكم الثالث أو أختكم، قدم لها الهدية، كل عام وأنتم بخير، أيام سعيدة، تعال تعال عين، تعال قدم لها الهدية، أسعد الله أيامكم. إيه نفا لعابتها، وين لعابة؟ اللعابة هاي، قدم لها الهدية هاي، طيها طيها هاي يلا، وهاي الهدية قدمها لها، وهاي باسم الإمام المهدي الفضائي هم، شكرا شكرا، إي هاي هدية. نعم أصدقائي، الآن إحنا نعايد المرضى، وهذا أخوكم أو أختكم الرابعة، فكل عام وأنتم بخير وأسعد الله أيامكم. تعال تقدم لها الهدية، تعال أعطيها هاي 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 ليش هاي همه، وين لعابتها؟ هاي اللعابة، وهاي هدية أيضا، هاي قدمها إلها، هاي بسم الإمام المهدي إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير وأسعد الله أيامكم. تعالوا إلى وهذا أخوكم السادس، كل عام وأنتم بخير حبيبي، أسعد الله أيامكم، مباركيني إن شاء الله بعيد حلول عيد. تعجب الهدية، هاي الوردة مقدمة باسم الإمام المهدي، والهدايا، وين السيارة؟ أهدناها إليك، قدم، وهاي هدية باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإن شاء الله ندعو لك بالصحة والعافية والبركة إن شاء الله، معافى إن شاء الله، تعالوا عيني.
نعم أعزائي المشاهدين، هاي الفرحة اللي رسمناها على المرضى، ونستمر إن شاء الله بالتوزيع. وهاي أختكم، كل عام وانتم بخير. بلي تعالي تفضلي. بعد ذلنا همه. وهاي هدايا الأطفال، هاي حبيبي قدمها، هاي باسم الإمام المهدي إن شاء الله. وإن شاء الله الإمام يدعو لكم بالشفاء والراحة بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى الثاني إن شاء الله، إحنا مستمرين بالتوزيع وياكم. هذا أيضا أحد المرة. كل عام وانت بخير وأسعد الله أيامكم. طين الهدية حبيبي، قدمها له، قدمها له. الهدية الثانية قدمها له بعد. وين النفخ؟ كل عام وانت بخير وهنيئا لك، إنه الإمام يدعو لك بالشفاء والراحة. هاي باسم الإمام المهدي إن شاء الله، وإن شاء الله ما ينساك من الدعاء حبيبي. السلام عليكم، كل عام وانت بخير، أسعد الله أيامك. قدم لها الهدية. فتعال الهدية الثانية، هاي اعطيها انت بإيدك بعد. وين النفاخ؟ الإمام يدعو لكم بالشفاء والراحة إن شاء الله، وإن شاء الله تخلصون من هاي الأزمة بإذن الله تعالى. شكرا. والآن احنا وياكم مستمرين بالتوزيع. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، أسعد الله أيامكم. فقدمها إليه، قدم، قدمها أيضا لأخوك. هاي باسم الإمام إن شاء الله. قدم للهدية، هاي بعد الهدية الثانية. زين. فإن شاء الله الإمام يشملكم برحمته ودعائه بإذن الله تعالى. إن شاء الله أنتم من الطيبين. هاي باسم الإمام المهدي، فهذا أيضا مقدم من الإمام إن شاء الله. وإن شاء الله تنالون الصحة والراحة والعافية بإذن الله تعالى. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، أسعد الله أيامكم. طيب الهدية هاي، وين الهدية مالتها الثانية؟ بلي قدم هاي. شكرا شكرا شكرا. وهاي باسم الإمام المهدي إن شاء الله، وإن شاء الله يدعو لكم بالشفاء والراحة. السلام عليكم، هاي كل عام وانتم بخير، أسعد الله أيامكم. يلا السلام عليكم حبيبي. نعم تعال، وين هديته؟ طول الهدايا. تعال 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 قدمها له. يلا ما يخالف ما يخالف. يلا. وهاي أيضا هدية لك مقدمة من الإمام إن شاء الله. يلا. هذا المكان اللي راح إن شاء الله سبحانه وتعالى نطبق بما تعلمناه من سير أخلاق أهل البيت عليهم السلام ومواعظهم، وكيف أنهم كانوا يمدون يد العون والمساعدة إلى المحتاجين. فإن شاء الله راح يكون هذا العمل في مرضات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم أعزائي المشاهدين، وأنتم أيضا يا أصدقائي، مثل ما شفتم الحالة الصعبة اللي يمر بها أخوانكم من المؤمنين في هذه المستشفى، مستشفى الأورام السرطانية. فإحنا قدرنا قدر الإمكان أن نحاول نسعدهم أو نخفف عن أهلهم وأيضا عنهم بمد يد العون والمساعدة إليهم. فأنتم أيضا لا تقصروا في المساعدة، وأيضا لا تقصروا في الدعم المعنوي لهم بالدعاء والصلوات وإهدائها إليهم بنية شفائهم إن شاء الله تعالى. وإحنا أيضا راح نتوجه إن شاء الله الآن إلى مسجد السهلة المعظم الذي يعد بيت الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وراح إن شاء الله نروح إلى المسجد وندعو لهم، حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من أحد صلى في هذا المسجد ثم دعا إلا صرفه الله بقضاء حاجته. فإحنا إن شاء الله نروح وياكم إلى المسجد المبارك وندعو لهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيهم وأن يعافيهم وأن يلهم ذويهم الصبر، وأن يكونوا متأسين بما مر على أهل البيت عليهم السلام. فإن شاء الله أصدقائي إحنا الآن راح نتوجه إلى مسجد السهلة على بركة الله سبحانه وتعالى. تفضل.
اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وكل عام وانتم بخير، واسعد الله ايامكم بمناسبه عيد الفطر المبارك. وها نحن الان في داخل مسجد السهل المعظم الذي هو بيت الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو ايضا مهبط للملائكه، حيث ورد عن الامام الصادق عليه السلام ان الملائكه تتنزل في كل يوم وليله في هذا المسجد لتصلي وتتعبد لله سبحانه وتعالى، وأيضا أن هذا المسجد ما بعث الله سبحانه وتعالى نبيا إلا وقد جاء وصلى في هذا المسجد المبارك، وهنالك مقامات للأنبياء في هذا المسجد، أيضا يضم مقام للإمام الصادق عليه السلام، ومقام للإمام زين العابدين عليه السلام، ومقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا المسجد ما استجار به أحد إلا وأجاره الله مما يخاف. فعندما قتل زيد قال الإمام الصادق عليه السلام: لو استعاذ بهذا المسجد لأعاذه الله سنين، يعني لأمن من القتل وأمن من الهلاك بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن لاجئون ومستجيرون بهذا المسجد، وكما ورد عن الصادق عليه السلام أن الدعاء في هذا المسجد بعد الصلاة يكون مستجابا، فنحن لذنا بهذا المسجد وبالله سبحانه وتعالى لنسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لإخوتكم المرضى، وأن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالصحة والعافية، وأن يلبسهم ثوب العافية، وأن يلهم ذويهم الصبر على هذا البلاء. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أنتم زينا لأهل البيت عليهم السلام، وأن لا تكونوا عليهم شينا، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون لهم زينا وأن لا نكون عليهم شينا، وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخير ومساعدة المحتاجين، وأن نسعى جاهدين في قضاء حوائج الناس لما فيه من الثواب الجزيل. نعم، احنا وصلنا وياكم إلى نهاية هذا الموسم من برنامج فتية الانتظار، ونعم يا أصدقائي احنا نردد هذا الدعاء، دعاء الفرج لتعجيل فرج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا لشفاء المرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء، إلهي عظم البلاء، وبرح الخفاء وانكشف الغطاء، وبرح الخفاء وانكشف الغطاء، وأنت المستعان يا ربي وإليك المشتكى، وأنت المستعان يا ربي وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم، وعرفتنا بذلك منزلتهم، وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا، فرجا عاجلا، كلمح البصر أو هو أقرب، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا محمد يا علي، اكفياني فإنكما كافيان، اكفياني فإنكما كافيان، يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي يا صاحب الزمان، أدركني أدركني أدركني، أدركني أدركني أدركني، الغوث الغوث الغوث، الغوث الغوث الغوث، العجل العجل العجل، العجل العجل، الساعة الساعة الساعة، الساعة الساعة الساعة، الغوث الغوث الغوث، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، العجل العجل العجل.
برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرين، بحق محمد وآله الطاهرين. وصل يا رب على محمد وآل محمد، وصل يا رب على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.